في حيث الأمر مفيش حد معصوم من الخطأ، كلنا كبشر عندنا نسبة من الخطأ لأن مفيش حد ما بيخطأش، لكن أنا بشوف إن نسبة الخطأ دي مقبولة طالما لم تتجاوز الحد المسموح به. الحد المسموح به ده من وجهة نظري هو بيتلخص في عبارة أنت حر ما لم تضر. عشان كده بنسأل حضراتكم النهاردة سؤالنا التفاعلي اللي بيقول إيه الأخطاء اللي وقعت فيها كأب أو كأم مع أولادك وعاوز تصلحها منا؟ لا سؤال كأب بس معلش أو كأم. لا سؤال أب فانيش دعم. الأبهات الأمهات ما بتغلطش مبدئيا، ما فيش حد معصوم من الخطأ، عشان كده أنا بدأت الكلام بده. طيب فضل. الأمهات ما بتغلطش ده مبدئيا ماشي خلاص. الأبهات ساعات بتتلغط خلاص، لكن الأمهات ما بتغلطش لأن الأمهات هي اللي عارفة أصلا بتعمل إيه وإزاي وإمتى وبتتصرف إزاي. فخلينا نتفق إن عادة جرت العادة من وجهة نظري المتواضعة كأم إن الأمهات ما بتغلطش أبدا، وكل الأولاد اللي ممكن يكونوا سامعيني في الوقت ده لازم يبقوا عارفين ومقتنعين بالكلام ده تمام. ساعات الناس بتبقى نفسها إن أولادها يبقوا أحسن منها فبيضغطوا على الولاد شويه زياده، انه مثلا عايزه يبقى اشطر واحد واكتر واحد بياخد بطولات واكتر واحد ملتزم واشطر واحد في الكمبيوتر واكتر واحد عنده القدره على حفظ القران. بص كل الكتالوج صفحه الطفل صحيح. المثالي تلاقي الامهات والابهات شغالين عليها طول الوقت بحيث انهم يخلوا اولادهم الافضل. فده ساعات بينتج عنه ضغط على الولاد اكتر مما ينبغي، تجاهل لرغباتهم، تجاهل لميولهم. قد يكون الأب أو الأم بطل رياضي والطفل عنده ميول مزيكا، فالولاد الأب والأم عمالين يجتهدوا ويحاولوا بكل الطرق الممكنة ويزقوه في ناحية الرياضة في الوقت اللي الولد فيه عايز يلعب بيانو صحيح أو درامز أو أيا كان. ففي بعض الأحيان الأخطاء اللي الناس بتقع فيها إنها بتدخل أحلامها هي وبتحاول تلبس أحلامها لولادها، دي من وجهة نظري. بس أنا شايفة أن أنا بجد والله كنت محظوظة جدا بأبويا، لم يخطئ أبدا 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 في حياته معايا، يعني فول سابورت، دايما داعم، دايما كان بياخد باله جدا مننا من تماريننا من كل حاجة، ف أدين له بالفضل دايما وأبدا. ربنا يا رب يبارك في صحته يا رب ويدي له طولة العمر كده والصحة ونصبح عليه طبعا يعني. صباح الفل. طيب أنا متفق معاكي في بعض الأمور، ولكن بختلف معاكي من فكرة إن الأمهات ما بتخطأش أبدا، لأن ما فيش حد معصوم من الخطأ إلا الأمهات. في نسبة خطأ قد تكون الأمهات نسبة الأخطاء لديها أقل إلى حد ما من الرجالة، لكن في خطأ والخطأ وارد والخطا. اصل احنا مش احنا بشر، احنا مش انبياء. اقول لك ايه الخطا اللي الامهات بيعملوا؟ انا بقول لك احنا بشر، احنا مش انبياء علشان خاطر ما نخطاش. اقول لك ايه الخطا اللي الامهات بيعملوا؟ بيدلع. ماشي طيب، ما ده في حد ذاته بيعملوا مجهود زياده. ده في حد ذاته خطا، ده في حد ذاته الى بعض في بعض الاحيان ان اللي انت يبقى ابنك مدلل بشكل كبير ده بيخليه ان هو يتمرع، بيبقى عنده نوع من انواع هو شايف ان كل ما هو يعني نفسه فيه هيتحقق. خلاص انا ماما اتعودت ليا تدلعني. بس بالمناسبه مش الامهات بس اللي بتدلع، الابهات كمان او الاباء كمان بيدلعوا، لكن انا بشوف او بتفق بقى معاكي ده الاختلاف. لازم تتفق معايا، بقول لك ده الاختلاف. لو هنتكلم في الاتفاق فانا متفق تماما مع منا بفكره ان هو ابنك احترم ذاته، احترم شخصيته، احترم رغباته. اذا كان هو عنده ميول تجاه هوايه ما، تجاه مهنة ما نفسه اللي هو لما يكبر يشتغلها، احترم ده، بل بالعكس فتش على اللي موجود عند ابنك وإمكانياته ومميزاته وابتدي اللي انت عززها وابتدي اللي انت قويها من خلال دعمها، من خلال اللي انت تكون عامل له نوع من أنواع الدعم والتأهيل لهواياته دي ورغباته، لأن هي دي اللي هيكون هو مميز فيها. عشان كده لما بنيجي للمرحلة الفاصلة دايما في حياة أي إنسان وهي الثانوية العامة، بيبتدي الشخص يبقى مشتت ما بين هو عاوز يكون اللي أبوه وأمه بيتمنوه ونفسه وجوه ذاته، بس خايف يقول ده إن هو لا أنا عاوز حاجة تانية. لا أنا عايزة أقول أرجع في كلامي. اتفضل. عارف ممكن إيه من الأخطاء اللي ممكن تكون الأمهات والأبهات ممكن بيقعوا فيها؟ شفتي طلعت أنا صح. ترجع في كلامي شوية صغير. اتفضل. فكرة المميز اللي أنت قلتها دي. إحنا بقى لنا فترة كبيرة قوي دايماً بنتكلم على إنك مميز، أنت خطير، أنت مفيش زيك.
وبقى في هوس عند الاهالي بانهم لازم الاولاد يبقوا مميزين، وكان ممنوع ان يبقى في طفل بيزك او يبقى في طفل ما عندوش حاجه خطيره طول الوقت. وكل واحد طبعا ربنا مميزه بشيء مختلف، لكن مش كل الاطفال في الفتره الاخرانيه الجمله التقليديه اللي الامهات بتقولها لهم انت مميز قوي انت مميز قوي، فتخلق برضو نوع من انواع الغرور او التميز الوهمي عند حب الأطفال. الذات كمان تحديدا وفكره الانعزال، عشان كده حاجه مهمه جدا اللي احنا كمان اثناء تربيه الاولاد اللي انت تربيهم على التراحم، تربيهم على الاخوه، على الحب، على السلام. مش كل الناس وحشه، في ناس وحشه، في ناس قد يعني يكون ربنا يعني خلاها تبقى موجوده في الدنيا علشان تضر الاخرين، لكن مش ده السواد الاعظم. مفيش حاجه اسمها الحسنه بتخص والسيئه بتعم. السيئه بتعم، لكن برضو لسه الدنيا بخير. لكن ما اقفلش على اولادي خوفا من، ودي حاجه بقى من الحاجات برضو الاخطاء اللي انا بشوفها الناس بتقع فيها، خوفا من المجتمع وخوفا من قسوه الحياه، فانا بقفل على اولادي. فبمجرد دخول مرحله ثانيه وهي مرحله الجامعه بنلاقي في حاله من حالات الصدمه اللي بتحصل للشباب او البنات تحديدا، سواء كان يعني اولاد او بنات، بنلاقي الصدمه اللي بتحصل هو انا فين. الشاب ابتدى يبقى تايه، هو مش عارف ان انا اكون حر واتصرف بحريه تجاه المجتمع اللي انا موجود فيه، واروح مع التيار وابتدي ان انا اعافر اذا كنت انا متاسس صح. فخلاص انا اتربيت على القيم، اتربيت على الاخلاق، اتربيت على المبادئ، فبالتالي لو انت حطتني في قاعده كلها شياطين انا هعرف انا هندل الشياطين دي، لان انا متربي ومتاسس. انا عايزه اقول حاجه، لكن طول ما اهلي خايفين عليا من اي شيء اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. عارف كلامك ده فكرني في مجتمعات بقت مجتمعات بلاستيك، مجتمعات ذات اسوار عاليه بس. صحيح. فكره ان كل واحد عايز دايما ولاده احسن منه، اللي كان في مدرسه نظاميه عاديه عايز ولاده يبقوا في تجريبي، اللي كان في تجريبي عايز لغات، اللغات عايز يبقى في مدرسه دولي، و دايما احنا بنحاول وبنسعى وبنعافر ان ولادنا يبقوا في افضل حاجه، ودايما احنا بنجري ورا بعض ان ولادنا يتوفر لهم نوع من انواع التعليم افضل من اللي احنا كنا فيه، او نوع من انواع والله المدارس الحكوميه والجامعات الحكوميه بتعلم. طبعا انا خريج جامعه حكومه، وانا خريج جامعه حكومه، بس انا كنتش خريج مدرسه حكومه. ماشي، كنت انا كنت في مرحله من المراحل لحد اعدادي جامعه هي مدرسه خاصه حياتي. وبعد كده في الثانوي قلبت المدرسه حكومه، لكن لا بتعلم على الاقل، بتتعلمي منها الامور الحياتيه. هو ده اللي بقوله، فكره الـ انك تعيش الولاد في بالونه بتتحرك من مكان لمكان ويكون محاط بمجموعه اشخاص محددين هو بس اللي بتتعامل فيهم، ويجي بعد كده بقى وقت ما يجي يبتدي يشتغل يبتدي يتعامل مع الناس ما بقاش عارف يتعامل. اعتقد دي واحده من الاخطاء اللي كتير من الاهالي برضو بتقع فيها دلوقتي. صحيح. على اي حال دي الاخطاء اللي انا يعني ومنا شايفين ان قد نكون مشتركين فيها تجاه يعني سواء كان انا تجاه يعني ما سيكون بمشيئه المولى عز وجل ابنائي في المستقبل، يعني برضو الواحد لسه ما يعرفش، ده علم الغيب يعني، او اذا كانت منا خلال تربيتها لاولادها. لكن اكيد في اخطاء ثانيه كتيره موجودة، وكلنا من خلال التجربة ومن خلال الممارسة قدرنا اللي احنا نحط ايدينا على بواطن الامور زي ما بيقولوا، نحط ايدينا على الخطأ. لا انا لو رجعت بالزمن مش هعمل كده مع ابني. عشان كده بنسأل ايه الاخطاء اللي وقعت فيها كأب او ام مع اولادك وعايز تصلحها. ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على الفيسبوك، ومستنيين مشاركتكم وتفاعلكم علشان نستعرضها طوال الحلقة. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا.